نرحب فيكم مشاهدينا في الرسالة اليومية لمعسكر الأكاديمية الملكية للشرطة. الشباب انقسموا إلى مجموعات وراحوا حق جولات مختلفة، وأنا اليوم موجودة مع مجموعة معينة منهم في سرية الخيالة، فخلكم معانا تابعونا. مشاهدين هناك مجموعات مختلفة توزعت على مناطق مختلفة، فخلونا نشوف وين راحوا. والله اول يوم ما يعرفين العاب احنا نشوفه كركشني اقلبني قلبني بارك الله فيك. بارك الله فيهم ما شاء الله عليهم بسرعة يتعلمون. بس
بسرعه يتعلمون. نص نص يعني، هم بغى يغلبوننا لكن غلبناهم. والله ما يا شباب مستقبل والبركه فيهم. اي نعم البركه، وعسى الله يخليهم حقهم عليهم ان شاء الله. ينجحون ويتعبون على روحهم ويكدون على اهلهم. يا مرحبا، حياهم الله، نحن حالهم. يا الله يجوم ان شاء الله للزياره ونشوف مستقبلهم ان شاء الله في الاخير. اهلا مرحبا، حياكم الله. نعم انا اقول الله يبارك فيهم ان شاء الله ويتعبون على نفسهم ولهم المستقبل ان شاء الله. هذا غريب. احنا في البداية كنا مجموعة واحدة وقسمنا حق مجموعتين، مجموعة راحت حق داريوكو حرق ومجموعية تهني. طبعا الهدف من اياتنا الاطلاع على سير عمل دور المسنين والدور الانساني اللي تقدمه هذا الدور. طبعا تنمية روح المساعدة والتواصل في الشباب، مثل ما تعرفين كبار السن كنز من اللي مروا فيه من تجارب في حياتهم وغيره. فانت مجرد ما تقرب الشاب حق كبير السن بيتعلم بيستفيد بدون انت ما توجهه اصلا، مجرد الكلام معاه والاخذ والعطاء معايا يفيد باذن الله. الفطار طبعا ايش؟ خلي على حاجتك وما تشيل اللي هو المر الهاشمي الغيث يروح حبيبي من لهجة بحريني وبفعالي بحريني هذه بلادي هذه هي البحرين هذه هي بلادي مزروعة وسط العين بروحي وفادي بالله.
مشاهدينا شفنا مع بعض الشباب وين راحوا في جولتهم، خلونا الحين في جولتنا مع الخيول والموسيقى. الهدف من الزيارة؟ طبعا الهدف من الزيارة هي اطلاع الطلبة المشاركين في المعسكر على معسكر الخيالة، مثل ما تعرفون حاليا احنا في معسكر الخيالة، وعلى طبيعة عمل هذه الإدارة وتاريخ هذه الإدارة، بحيث ان التلميذ يمكن يسمع عن او المشارك يسمع عن إدارة اسمها الخيالة بس ما عنده فكرة عامة عن طبيعة عمل هذه الإدارة. فمن ضمن الزيارات انهم يجون يتعرفون عن قرب عن هذه الإدارة ومهامها وشنو طبيعة عملها بالضبط. شنو اللي تعلمته من هذه الزيارة؟ هالزيارة تعلمنا ان الخيول يعني نستفيدون منها يعني كوسيلة نقل، وانها ماخذينها من اجدادنا ومن قبل، يعني كيف خلي يعني وسيلة حلوة يكون. شنو الرسالة اللي تحبون توصلونها للشباب؟ طبعا بهدف الزيارة هذه هي ان نعلم الابناء القيادة وقوة التحمل، ومثل ما تشوفون وراء ان هم قاعدين يتعلمون شلون يركبون الخيل. عبد الله طبعا انتم كلكم يعني شايفين الخيل من قبل، بس اليوم في هذه الجوله شو الشيء الجديد اللي تعلمتوه؟ تعلمنا عن قالوا لنا الشباب عن تاريخ الخيول شويه، وتعلمنا الحمد لله عن يعني من متى كانوا يستعملون الخيول في البحرين وشلون كانت تفيد. مشاهدينا الشباب قاموا بجولات مختلفة في فترة العصر بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية، فخلكم معنا نشوف وين راحوا. Give up.